حاجه جميله جدا وحاجه محترمه اللي احنا شفناها، بعيدا عن النواحي الفنيه بقى، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. شوفوا تصريحات الكبار، مين اللي هيصرح ومين اللي هيقول؟ هل هو حد مصري؟ مع احترامنا طبعا، ولكن هو حد او مجموعه من اللاعبين اتكلموا. شوفوا ازاي بيتكلموا على النادي الاهلي. ماسكرانو، عارفين ماسكرانو مين؟ ولا خافيير ماسكرانو، واحد من افضل اللاعبين في الارجنتين في العالم كله الحقيقه. قال ايه؟ الاهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كره القدم المصريه بما قدمه امام او ضد بايرن ميونخ. هل ده كلام تطبيل؟ هل هو كان مطالب ان هو يطبل قدام عشان النادي الاهلي؟ لا طبعا. قال خافيير ماسكرانو نجم برشلونه ومنتخب الارجنتين السابق ان النادي الاهلي، هنيجي لكاكا دلوقتي، ان النادي الاهلي ترك انطباعا مستداما عن تطور كره القدم المصريه بما قدمه امام بايرن ميونخ. ورد ماسكرانو عن سؤال متى تجابه الانديه والكره المصريه نظيرات الاوروبيه، من جهتي، الراجل بيقول ايه بقى؟ من جهتي وفي حالتي كنت منبهرا، خاصه ضد بايرن ميونخ لانهم كانوا يواجهون خصما عملاقا، خصما عملاقا. فده ماسكرانو، واحد من اهم وافضل اللاعبين في العالم كله. بلاش يا عم ماسكرانو ده، ماسكرانو ده بيطبل للنادي الاهلي. خلينا نخش على التاني، خلينا نخش على كاكا. في حد ما يعرفش كاكا ولا ايه؟ ها، كاكا قال ايه؟ بعدما شاهدت الاهلي، صلاح ليس الاستثناء في تطور الكره المصريه، وتهنئة لمصر بالكامل. طبل يا عم كاكا انت كمان، ما هو اصل خافيير ماسكرانو صاحب مش عارف صاحب مين، فطلع يخبط يطبل للنادي الاهلي. طبعا ده الكلام اللي هيتقال من الناس اللي حضراتكم عارفينهم، اللي ما عندهمش كلام يقولوه غير كده. لكن ان انت تسعد وتبقى فخور، حتى سيبك انا ما بتكلمش على الاداء الفني، مره تانية تسعد وتبقى فخور ان عندك نادي العالم كله بيتكلم عنه بالشكل ده، وكبار لاعبي العالم يتكلموا عنه بالشكل ده. لو نادي تاني انا كنت هبقى مبسوط على فكره، كمصري كنت هبقى مبسوط، ولكن انا عارف النفسيات وعارف اللي جوه الواحد. فانا بوري حضراتكم واحده واحده. مين تاني؟ خوليو سيزار، واحد من اهم اللاعبين في العالم. الاهلي مثال يحتذى به لكل الانديه المصريه ورساله اليه. طبعا واحد من نجم حراسة مرمى البرازيل وإنتر ميلان قال النادي الأهلي مثال يحتذى به لكل فرق الدوري المصري لأنه لم يتأهل صدفة لكأس العالم 6 مرات. وأيضا مولر قال إيه؟ الأهلي مثل بايرن في مصر، نطمح للسداسية التاريخية. تخيلوا حضراتكم إن كل الناس اللي بتتكلم، أنا كأهلاوي سعيد جدا وفخور جدا باللي أنا بشوفه. فخور جدا بأن الصحف العالمية بتتكلم عن النادي الأهلي بهذا الشكل، وأن اللاعبين العالميين الكبار بيتكلموا عن النادي الأهلي بهذا الشكل. وحضرتك طلعت التريق وطلع تحفل، حفل براحتك والتريق براحتك، ولكن أنت في النهاية آخرك إيه؟ آخرك القطر المصري. مش عارف إيه اللي بيحصل بره. مش عارف إيه اللي بيحصل بره. معلش أنا هعذرك، أنا دايما هعذرك وهقول حاول تهدى وحاول تفكر وحاول تاخد نفسك وتعرف إن النادي الأهلي شرفك، شرفك بشكل كبير جدا جدا من أول وصوله إلى أرض المونديال وحتى الآن. وزي ما قلت لكم دايما جمهور الأهلي في حتة مختلفة، أنا متأكد، واللي بشوفه على صفحتي وعلى الصفحات المختلفة للاعبين على السوشيال ميديا، كل المساندة وكل الدعم للاعبين خلال النهارده وبكره ان شاء الله علشان نقدر نكسب مباراه يوم الخميس. نقدر نكسب؟ اه ان شاء الله نقدر نكسب. لا قدر الله ممكن يحصل حاجه ثانيه، اه ممكن نتغلب. على فكره كره القدم زي ما قلت لكم مكسب وخساره وتعادل، كل حاجه ممكن تحصل في كره القدم. ولكن انا هنا مش انا لوحدي، وحضراتكم كجمهور انا متاكد دوركم ان انتوا تساندوا النادي الاهلي يوم الثلاث والاربع، لان ده دايما اللي احنا بنشوفه من جمهور الاهلي العظيم خلال عمر طويل جدا، اكتر من الواحد من ساعه ما اتولد وهو بيشجع النادي الاهلي دايما بيسمع كلمه واحده بس، عظمه جمهور النادي الاهلي. او الفرق ما بين جمهور النادي الاهلي واي جمهور تاني بيبان في مثل هذه الاوقات.